معلومات وتبوابات للسوق العربي. وزار جلالته أكبر حاضنة أعمال في العالم Plug and Play التي تدعم الشركات الناشئة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي تحتضن شركات أردنية ناشئة، حيث بحث معهم بناء شركات في الأردن ومنه إلى منطقة الشرق الأوسط. ونتج عن زيارة جلالته توقيع اتفاقية بين هذه الحاضنة وبين شركة أمنية يتم بموجبها إنشاء مركز لPlug and Play في المملكة لتوفير حاضنة أعمال للشركات الأردنية الريادية والناشئة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. And having heard from my colleagues of what it was that you were doing here, it's two different things to hear it and actually come and see it. And then seeing young people and just seeing Dominions, I think, wow, I mean, just you were hoping for that. So I'm going back, I think you can see it. Jalala Kumar, the first of the meetings and the meetings that you في النجاح الأردنية وفي الذي جمع جلالة الملك بقيادات الأعلام الجديد والمشروع